طيب ناخد الاستاذ وائل من الغربيه. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير مستر تايم. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. والله انا بشكر حضرتك ومجهودك بجد اللي بتعمله مع الشباب. ربنا يعزك يا فندم. ربنا. ازيك؟ مساء الخير يا استاذ سهر. اهلا وسهلا استاذ وائل. ازي حضرتك؟ بخير. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. والله يا فندم انا كان عندي سؤال، بس هل قرض التاكسي ده مفتوح بالنسبه في الغربيه في طنطا؟ هو احنا خاص بالمحافظات التانية؟ لا يا فندم، احنا قفلنا خلاص باب التقدم للألف تاكسي، لانه خلاص احنا اللي تقدم حوالي 10,000، وطبعا ال10,000 خلاص يعني احنا قلنا اللي تقدموا 10,000 وبننقي منهم 1,000، فالقرعات بتتعمل دلوقتي في المحافظات، فقفلنا يعني باب التاكسي. بس انا عايزة اقول ايه برضو، مش عايزة الشباب يحبط. الألف تاكسي مبادرة من مليون مبادرة تانية عند الصندوق الاجتماعي. لا يعني هو في رأيي يعني الأستاذ وائل ممكن يبقى سؤاله انه ايه مش المبادره الثانيه، امتى الدفعه الثانيه؟ يعني طالما النتيجه نجحت نجاح باهر زي ما حضرتك بتقولي كده، ليه مش بعد شهرين ثلاثه تعلنوا عن 1000 تاكسي ثانيين؟ نقدر نعمل كده، بس لازم احتياجات المحافظه هي اللي تقول لنا. يعني طبعا احنا برضو يعني انتوا عملتوا يعني في 10 محافظات، ليه ما تعملوش في 10 ثانيين؟ عشان ال10 محافظات هم اللي جه فيهم ان الحاله المروريه تحتاج الى 1000 تاكسي. فلازم الاحتياج يجي من المحافظه في البدايه، عشان برضو ما احنا مش عايزين نشغل الشباب على تاكسيات. طب الغربيه كانت موجوده في ال10؟ لا ما كانتش. طب حضرتك يا فندم بالنسبه للقرض اللي هو المواشي، تمام، انا كنت رحت للصندوق عندنا هنا في طنطا، تمام، فالاستاذه هناك مشكوره قالت لي هو لازم على فكره يكون عندك حيازه زراعيه. تمام. فانا مش ما عنديش امكانيه حيازه زراعيه، او ان انا ممكن المكان اجره ان انا هجيب فيه الروس، تمام، وان انا هشتري كده، لكن انا حيازه زراعيه مش موجوده عندي. تمام. انت عايز تجيب يعني، قولي كده انت. بص، هو الاستاذ وائل واضح ان هو جاي في اي حاجه. تاكسي شغال. انا احب الناس اللي رايحه لاخر الطريق كده. اقول انت عايز تشتري كام راس يا استاذ وائل؟ استاذ وائل 30 راس. مش قال ايه؟ تشتري 30 راس. طيب تمام. انت في محافظه الغربيه، ينفع يا استاذ وائل معلش هوجهك تاني لنفس الرقم اللي بتتكلم عليه، اللي تروح للمكتب، المكتب هيحاول بقدر الامكان. احنا عاملين منظومه متكامله لتربيه المواشي حاليا، ممكن تمام. تسال ايه نصيبك فيها وايه اللي يقدر يعمله معاك الصندوق. طيب مش عارف ممكن تخليك معايا ولا لا يا استاذ وائل، بس عشان النقطه دي مهمه، استاذ سهى يعني جات لنا يعني على الطبطاب. اتفضل. ما هو ده برضه مش منطقي يا استاذ. يعني انا شاب جاي اخد قرض. اوكي. ما انا اخد قرض يبقى انا يا مولاي كما خلقتني. فتطلبوا مني يبقى عندي حيازه زراعيه؟ ما انا لو صاحب فدادين مش هاجي لكم. لا يا فندم، غالبا هو كان يعني بيتكلم على مشروع كبير مثلا، فانا عشان كده سالته انت عايز كده. لا يعني هو ممكن، ما هو ده بقى فكره ايه، ان انا الموظف في بعض الاحيان، بعض الموظفين ممكن بسبب عدم الفهم الكامل يطفشوا الشباب. يعني انا اخش على الموظفه فتقول لي حيازه زراعيه، القانون بيقول كده، فيقول لها يا استاذه بس الكلمتين دول، يقول لها طب انا هجيب المواشي وبالقرض اللي هاخد منكم هاجر حته ارض، حجر الارض نحط فيهم المواشي. هو لو سمعته كان هو صح. مظبوط. هو بيأجر حته الارض واحنا اللي بنجيب له الرؤوس. يعني مثلا 150 شاب اللي انا اديتك المثال بتاعهم، ما هو يعني مش مطلوب منهم الحيازه الزراعيه. يعني فاهم قصدي يا فندم؟ فيعني معلش ممكن يكون الطلب منه طلب اضافي، واحنا في كمان بيطلب في بعض الاحيان ضمانات مش اللي. طيب معلش يا وائل، روح تاني للمكتب عندك في الغربيه. تروح تاني للمكتب تطلب منه، تقول له ان انت عايز 30 راس من الرؤوس الماشيه، واحنا بنساعد حتى في ان احنا نجيب لك الرؤوس دي، مش انت اللي بتجيبها. طيب زي الفل، بس ما تطفشوش تقول له هات فدادين وتعالى. حاضر. لا اكيد لا، ما هو يعني يجي ياخد قرض ب 50,000 وهو معاه فدادين بمليون جنيه. اكيد لا، معلش يتوجه للمكتب، يمكن هو مثلا ده كان من فتره، ما اعرفش هو من امتى يا استاذ وائل حضرتك رحت سالت. حضرتك مش معانا؟ بسم الله ما شاء الله. طب معلش ممكن يا استاذ وائل ترجع تاني وتقول ان انت كلمتني على الهوا، وانا هو بقى انا اللي بكلمك وبرد عليك، وتقول لهم على المشروع، واذا انت عندك يعني هل انت عندك مكان للتربيه المواشي؟ ان شاء الله باجر مكان على طول في خلال اسبوع بالكتير اكون مجهز مكان، وان شاء الله هم بيجوا حتى كمان بيعملوا معاينه للموضوع. ايوه، هي المعاينه بقى هي المهمه. يعني هي معاينه تمام. المكان هي المهمه عشان نتاكد انه المكان مؤهل انه يكون مزرعه. بصراحه ما اكذبش عليكي يعني. تمام. وائل عدى العيب. عدى العيب. احنا هيعدينا العيب في اي مصلحه. تمام يا استاذ وائل، بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما سمعت الاستاذ سهى تتوجه لمكتب صندوق الاجتماعي التنميه في طنطا عند حضرتك في الغربيه ويعملوا معاينه. قول لهم بس انا مش عاجبني الحقيقه، مش عايز، ما تسمعش كلام الاستاذ سهى، ما تقولهاش، ما تقولهمش ان انا كلمت الاستاذ سهى في التليفون في البرنامج عشان ما بقاش في واسطه. انا عايزكم تخش عادي تقول لهم لو سمحتوا انا عايز اعمل مشروع فلاني كذا 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 وعايز 30 راس وخلال اسبوع ادي الارض وتعالوا انزلوا معاينه. أيوة. لو قالوا لك لا وطفشوك تعالى لي بقى. طيب. صح كده يا استاذه؟ مظبوط. لان مش اللي هيوصل لنا بس دلوقتي هو اللي هيتحل له مشاكل. اكيد طبعا. صح؟ اكيد. لا طبعا ماشي.